غير تشوكا النيجيري عامل شغل مع باتسي، ولكن انطلق اشوف كابوري انطلق عند الرغبة، الهداف المميز كابوري، هياها جول هياها جول، الله يحول الأحلام إلى حقيقة، يحول الأحلام العربي فريق الأحلام فريق الآمال، يسجل عبر الهداف كابوري أول أهداف المباراة، نشف ريك تين كات مع البداية، هدف أول للعربي، هدف أول للعربي، وبالعربي الفصيح العربي يبي البطولة، يبي البطولة العربي مع البداية، بعد ما توقف السد والريان كان عند رغبة العربي أنه يتقدم، الله على كابوري، الله على بيسكو، الاثنين متفاهمين، الاثنين حافظين، الاثنين مسمعين، أول أهداف المباراة في دوري نجوم قطر، واشتعل يا دورينا، رقصة التانجو طلعت مع البداية، رقصة السامبا صلحت، شمور الحكم الياباني، وتعجبني اللي قاعد يشاهدني الآن جرأة حكم السعودي خليل جلال، وأتمنى أن أشبك كل هذه الصفات لأن أكون حكم قطري ناجح، كرة منقولة بيسكو أخذ كرة فيها راية لا ما فيها راية تسديد، الله هدف ثاني للعربي وعلى غفلة على السكيتي كابوري، على السكيتي كابوري سجل الهدف الثاني، تطايرت أوراق الجماهير العرباوية وكل كلمات العربي، حي الله العربي بالجول الثاني، حي الله العربي بالجول الثاني، يجي على غفلة لاعب مهم جدا جدا مثلك يا كابوري، كنت أقول فيها تسلل وأنا راح ألاحظها، لا أبدا أبدا الخطوط الملعب ها لهوا عليها، وبالتالي كل القرارات التحكيمية خليها وخلينا نستمتع بكل الأجوال، كابوري أخذ خطوة الخبرة، أخذ خطوة الخبرة ومرر واحدة، مرر واحدة سجل، ويا عيني لما يكون عندك لاعب مثل كابوري، اتفقوا الاثنين على ركلة الجزاء، وبعد ذلك بيسكو ضيع ركلة الجزاء، بيسكو طلع من أرضية الملعب، والنتيجة كم يا جماعة؟ اثنين العربي، لا شيء مصلوق، جول متأخر بس متأخر بس ليوم مصلوق على آخر الدقائق، على آخر الدقائق، لكن ما هي مستحيلة يا مصلال، ما هي مستحيلة، هدف جاء متأخر من البديل تامر جمال، مع نزول تامر جمال سجل أول الأهداف لفريق مصلال، المباراة الأولى انتهت 2-1 الوكرة والخور لمصلحة الوكرة، والحين 2-1 في اليوم، يوم الاثنين واحد، لكن والله يوم المتعة ويوم الإثارة في اللقاء، انطلق اليزيدي مع شوفه للهدف على الطرف الأيمن، يسعف الوقت مصلال ولا يسجل هدف ثالث فريق العربي، كرة منقولة محمد حسين.